اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بساطه، سهوله، مرونه، ولكن التفاصيل الصغيره اللي اكيد هتودينا لطعم جديد وشكل جديد. معانا النهارده اللحمه المفرومه والبطاطس. كل بيت مصري وكل بيت عربي، اكله البطاطس دي اكله عربيه شعبيه دوليه، كل العالم ما يستغناش عن البطاطس، ولكن نقدر نشكلها بالطريقه اللي احنا حابينها. صينيه البطاطس باللحمه المفرومه كلنا شطار في عمايلها، ولكن مع الشيف المغازي بالتاكيد في تركايه، في حاجه لطيفه ممكن نعملها بطريقه جديده والبطاطس تبقى بشخصيتها واللحمه المفرومه واخده الشكل اللطيف. معانا الرز المصري النهارده بالطماطم. الأطفال والكبار أعتقد الطماطم بيأكلوها في السلطة بس، لكن لما تكون معمولة مع رز مصري غني بالنشويات والكربوهيدرات أكيد الطبق ده هيزداد قيمة غذائية عالية جدا، وخاصة مع تشكيلة من الخضار الشبت والكزبرة والبقدونس. أما الحلو بتاع النهاردة من خير أرضنا فواكه مشكلة، هنعملها الفروت سلطة بالزبادي والعسل. بنروح على محلات العصير بنلاقي فيه مشروب عندهم عصير الفواكه بالعسل. ليه تشتريه من بره وتعمليه؟ خليكي تعمليه في البيت. عندنا فواكه الموز، التفاح، كل الفواكه اللي موجوده عندنا نقدر نعملها برضو بشكل لطيف مع العسل، وده طبعا حلويات او مشروب او فواكه اللي هي بتناسب ايام الصيف وايام الحر، واعتقد ان الحر بدا ايه يشوفوا مع بعض كل يوم. خلونا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل تفاصيل صغيره معنا كبير، ولكن اوعوا تروحوا بعيد علشان الحلقه النهارده حلقه بسيطه في مكوناتها ولكن قيمه غذائيه عاليه جدا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هنعمل صينية البطاطس باللحمة المفرومة ازاي، واعتقد حضراتكم شطار فيها جدا وبتعملوها بطرق مختلفة. تعالوا شوفوا الشيف المغازي يعملها النهاردة بطريقة جديدة وحقوق الطبع لدينا وبس. معانا بطاطس، استاذة رحاب المقادير، بطاطس متقشرة ومحطوطة في مية من غير ملح علشان نحافظ على لونها ما تسودش معانا، ولو حطيتي ملح هتدوب منك في الميه، خلي بالك. ومعانا لحمه مفرومه، ومعانا طماطم وبقدونس ومعجون طماطم وكزبره خضراء وكزبره ناشفه، واعملها بتكنيك عالي النهارده. تاكل البطاطس وتسيب اللحم. حلو الكلام. هنبدا باول حاجه بتقطيع البطاطس كده شرايح. بعد ما اقطعها شرايح هنحمرها في قلب الزيت، والشريحه تكون ايه، ما تكونش سميكه قوي على فكره علشان تستوي بسرعه، وانا من عشاق البطاطس لما تكون مستويه. القطمة اللي بتبقى في البطاطس دي مش بحبها، خلي بالك. اولا بطاطس نشويات كربوهيدرات، من نعم ربنا علينا البطاطس النشويات اللي فيها بتمتص السموم اللي موجودة في الجسم، فما نقدرش نستغنى عنها. عشان كده الاكلة العالمية للعالم كله، فقير وغني بياكلها بطرق مختلفة بقى. في اللي بياكلها مشوية، في بياكلها مقلية، في بياكلها معموله في الخبز عادي، ممكن نعمل خبز البطاطس، بيتزا البطاطس، شوربه البطاطس، كفته البطاطس. البودر بتاع البطاطس ممكن يخش في تركيبه العجينه بتاعه البيتزا، وده يعني معروف منتج في البلاد الاجنبيه، يعني في الغرب، يعني تلاقوا البودر البطاطس زي الحليب البودر كده، دي موجود منها، ممكن تتعمل بوريه، طوروها كتير يعني، خلي بالك. فده مش موجود هنا، حتى انا دورت عليه ما لقيتوش. البودر البطاطس يخش في المعجنات، فالبطاطس يعني ايه، مصدر غني جدا للقيمه الغذائيه العاليه جدا، وحاجه مهمه. ادي البطاطس اتقطعت بالشكل ده كده يا عم الشيف، هناخدها نحمرها. يعني ناس بتعمل مشروع من البطاطس وبس. هناخد البطاطس دي نحطها كده، خلي بالك على طول بمجرد ما تقطعيها تدخليها الزيت عشان لو سبتيها هتسود شويه. طب عايزه دلوقتي جالك تليفون او ايا كان ظروف حصلت في المطبخ وعايزه تخرجي من المطبخ علشان مش هنعمل غدا، معزومين على الغدا، وارد. واحنا بنطبخ في المطبخ كده تليفون جنة، خلاص احنا نتغدى بره النهارده، نلم الليله دي كلها، نعمل ايه في البطاطس اللي قطعناها دي؟ هنرميها في الزباله؟ طبعا لا. هنخسرها؟ طبعا لا. وانا ضد التبذير. كل القصه تحط عليها شويه ميه، في شويه ميه ساقعه من الحنفيه عموما يعني، وتحطها في الثلاجه. وارد ان ده يحصل، تحط عليها ميه من الحنفيه وتغطيها بالميه كده وتحطها في الثلاجه، تقعد معاك 3-4 ايام زي ما هي كده، تستخدميها استخدامات اخرى.
الحاجات اللي بقول عليها دي مهمه جدا على فكره. هناخد البطاطس نحمرها في قلب الزيت. اللهم صل على النبي. في زيت غزير. طيب الكفته بقى، اللحمه المفرومه هنعملها ازاي؟ احنا مع بعض بصل وزبده وتوم وهريسه، وتعالوا نشوف ازاي هنتعامل مع اللحمه المفرومه مع طبق حلو كده واحنا شغالين مع بعض. هنبدا نحط معلقتين من الزيت مع مكعب من الزبده. اللهم صل على النبي. هنعصج اللحمه دي بس بمدرسه تانيه خالص. معلقتين زيت، مكعبين من الزبده، عشان مدرسه المغازي بتقول الزبده تساعد على تحمير البصل سريعا. الله. ونحمر دول كلهم مع بعض. فرصة وأنا واقف جنب النار عندي حلة بحط شوية خضار فيها، بوكي جرنين. سيبك من مكسبات الطعم، يبقى أكلك زي أكل أم أحمد وأم محمد وأم إبراهيم والجيران كلهم زي بعضيهم لما نروح نجيب مكسبات طعم ونحطها في الأكل أيا كانت المسمى بتاعها. خلي بالك أمهاتنا ما كانوش يستخدموها. أدي بصل وفلفل وتوم وكرفس، حبهان، شوية شوربة حلوين كده من صنع إيدي. تسلم ايدك. بتسيبهم يغلوا على النار. وادي البصلايه الحلوه اللي على النار تاخد لون بالزبده. ليه حطيت زيت مع الزبده يا شيفنا؟ علشان الزبده ما تتحرقش. ونحط معلقه توم حلوه كده بتوصي. حلو ريحه البيت وريحه الشقه وريحه المطبخ بقى بصل، نسيطر على الريحه دي بشويه زعتر حلوين، ده الطبيعي طالما هنعمل بطاطس. في علاقة قرب وعلاقة محبة ما بين البطاطس والزعتر والروزماري، الفليفر ده كده. شفت التحميرة البصلية مع التومة؟ هو ده. الله. ننزل باللحمة المفرومة. ضاني كندوز زي ما انت عايزة، مش هي دي القصة. نسبة الدسامة بتحدديها وانت عند الجزار يا حاج. ربنا يوعدك بزياره النبي، عايزه حته لحمه ملبسه، حته لحمه مفرومه، مش عايزه فيها دهن كتير، وهكذا. مدرسه المغازي بتقول ايه؟ لما نيجي نعصج لحمه نعمل رقاق، نعمل فطاير، نعملها في مسقعه، نستخدمها استخدامات مع مكرونه مع صوص بولونيز، اللي بيحصل ان اللحمه المفرومه بتكلكع مننا. طب نعمل ايه عشان ما تكلكعش؟ احنا مع بعض. وتلاقي اللحمه في قلب المكرونه بالبشاميل مكلكعه، ما احناش عارفينها دي بقى لحمه مفرومه ولا مكسرات ولا ايه. فانا عايز اللحمه المفرومه تتعصج وتبقى كلها زي الخرزه كده زي الفل. اعمل ايه يا شيف مغازي؟ هاخد اللحمه المفرومه اقلبها مع البصل او التومه وشويه الزعتر لغايه بس لونها يتغير كده شويه، واظبط الدنيا كده. وعندي شوية مية سخنين أو المية اللي بتغلي اللي عندي على النار من البوكيه جرنيه، باخد مغرفة صغيرة كده هي دي واحطها هنا كده واغطي الحلة بتاعتي. شفت التكنيك ده؟ ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ بتحصل هنا شقاوة المطبخ. المية دي بتتبخر، البخار ده بيطلع يصطدم بالغطا بتاع الطاسة، بيفتت اللحمة من بعضيها. اللحمة هنا داخله ببعضيها، واللحمه هنا مكلكعه، واللحمه هنا مش عايزه تفك من بعضيها. فوجود الميه المغليه مع جر انك تغطيها بيصطدم طبعا بالغطا، فالبخار هنا بيتحول في الحله ويخلي لك اللحمه دي كلها ايه؟ زي الخرز. هتدوب هي في قلب الحل. هنسيبها على النار. حلو الكلام. ونجيب البايركس بتاعنا اللي هنرص فيه البطاطس. اللهم صل على النبي. انا عايز مع الطاجن ده كده شويه فلفل. عندنا فلفل اخضر اهوت، وعندنا فلفل احمر، عندنا حاجات حلوه كده زي الفل. ايه المشكله لما ناخد من ده كده؟ يعني ده عامل صينيه، بما ان احنا بنعمل صينيه. الفلفل غني بفيتامين سي، والاولاد بيحبوا الالوان. جددي من شكل الطبق، مهم جدا على فكره. يعني الطفل او الضيوف او العائله او الاسره لما بتعملي كل يوم مثلا صينيه بطاطس باللحمه، كل يوم تغيري فيها شكل، مفيش ملل بيحصل هنا. خلي بالك، هي دي الشطاره في المطبخ. ده فلفل الوان، وعندنا فلفل اخضر كمان.
الرومي بتاعنا ده حلو بالشكل ده كده، كمان واحد زي الفل. نبص على اللحمة المفرومة واحنا مع بعض كده، اللهم صل على النبي. نشوف كلام الشيف صح ولا غلط. أرض الفلفل ده أنا عايزه، باخده كده كمان معايا. أرض أخضر هنا فين أهو زي الفل. صينية محرمشة، شوية رز أبيض جنبيها أو رز بالطماطم زي اللي عامله دلوقتي كده، اتعشت وزي الفل. نيجي للتكلفة المالية هنا، كلام فاضي. يعني ايه كلام فاضي يا شيف؟ انت ليه بتستهزأ بالحاجه كده؟ لما بقول كلام فاضي يعني انا ما جبتش ديك رومي، ما جبتش فخده ضاني، ما جبتش 5 كيلو لحمه. هو ايه اللحمه المفرومه معايا اهي؟ بص اللحمه راحت فين؟ اهي دابت وساحت اهي. شفتي؟ قلبها كده اه خلاص. احنا مع بعض اهو. ومعانا الكاميرا داخله جايبه التفاصيل. شفت؟ ده مهم جدا على فكره. راحت كلها زي الخرز اهي. شفت الحلاوه والشقاوة؟ اهو واحده واحده. ليه بقى؟ لا ميه هنا سخنه فتتت الدهون من بعضيها. زي الفل يا عم الشيف. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد معانا الفلفله الحلوه اللي هي الهريسه ونحطها هنا كده. الله تدي طعم حلو على فكره. كمان شويه خدت لون ازاي. عايز شويه طماطم عليها كمان، نحط طماطم. بس اذا حطيت طماطم حط معلقه سكر علشان الحموضه بتاعه الطماطم ما تعملناش مشاكل مع الناس اللي عندها قولون. الله حلوه. معايا صوص طماطم حلو ولطيف كده. الطماطم او اللحمه المفرومه خدت طعم وخدت لون وخدت البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل بابريكا زي ما انت حابه. ملح بتاعنا، البهارات دي مدرستك انت بقى، حابه تغيري في البهارات، حابه تغيري في الطعم كل مره زي ما انت حابه. نقلب دول كلهم مع بعض. لا شويه لحمه حكايه. هنا بقى ايه محطه الابداع. نقف هسه كده. عندك مكرونه سباكيتي مسلوقه مع مكرونه مع صوص بولونيز، مشهوره جدا في المطاعم. مكرونه سباكيتي تتسلق، بعد ما تتسلق بنقلبها مع شويه زبده ونحطها في الطبق ونحط صوص بولونيز ده عليها، لطيف وجميل. بس في الحاله دي هنحط زعتر وروزماري على صوص الطماطم علشان يبقى واخد الطعم الطلياني. عندك لازانيا تبقى لازانيا باللحمه المفرومه. عندك مكرونه بنه تبقى مكرونه باللحمه المفرومه طاجن. عندك مكرونه وبشاميل تبقى مكرونه بالبشاميل مع اللحمه المفرومه. عندك كوسه تبقى كوسه جراتان باللحمه المفرومه. اذا كل بيت بيعصج اللحمه دي بطريقه مختلفه. شيف المغازي النهارده عصجها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده على النار. خدت الطعم وخدت اللون وبقت زي الخرزه. حلو قوي. نبدا نركب الصينيه دي مع بعض. اخبار البطاطس ايه؟ يا حلاوه. نصفيها من الزيت ونجيب بايركس كده نطلع البطاطس دي فيه. لا اهو ايه هي لونها؟ البطاطس ولا اللحمه؟ البطاطس. لا اللون ده حلو قوي، التشميعه دي حلوه قوي اهو. الله حلو قوي. ادي البطاطس بتاعتنا في زيت نضيف، هناخدها زي ما هي كده. دي اكله نقدر نقول عليها اكله شعبيه، اكله في متناول الجميع. صينية بطاطس باللحمة كل بيت بيعملها وكل بيت عملها، مش مستني الشيف المغازي يعملها. عينيا مش مستني الشيف المغازي يعملها. الخضار بتاعنا الجميل الحلو ده كده. أول حاجة بناخد رق بطاطس في أرضية الصينية كده، دعميها بقى زي ما أنت عايزة. ممكن على فكرة تعمليها جراتان بالبشاميل، تبقى بطاطا جراتان في الفرن، شوية بشاميل شوية حليب شوية جبنة، وخدت سكة تانية فرصة. أعتقد وأنا شغال في الصينية دي عملت 50 أكلة جنبيها وأنا شغال. أفكار يعني. الخضار بتاعنا زي ما هو كده، هتنزل عليه اللحمة المفرومة دلوقتي تهديه. شفت الشقاوة بقى؟ دعميها. إحنا بنشوف الخضرة دي في قلب السلطة بس، إنما نشوفها في قلب صينية بطاطس أو في قلب الفاهيتا
ناخد اللحمه المفرومه اللي بتغلى على النار دي كده، والشقاوة بتاعتها يا حلاوه. شايف الجمال؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شوف بقى الشيف مغازي هيعمل ايه. هي دي، هي دي، ده عود شبت زي ما هو سليم كده، يديني الريحه بتاعته، يديني بركته. ونقلب زي ما هو. موضوع كبير هنا. ناخد اللحمه المفرومه دي يا عم الشيف زي ما هي كده، بص على الحلاوه، بص على الشقاوه. هو ده، هو ده، هو ده. اللهم صل على النبي. طبعا اللحمه المفرومه نازله سخنه على الفلفل بتهديه. شفت الجوده؟ هو ده. وارجع الصينيه دي يا عم الشيف او الطاسه دي للنار تاني. ركزي معايا عشان الموضوع هنا ايه؟ دراسه. نرجعها تاني للنار. معايا صلصه طماطم على النار، بحط شويه كده، دي المرقه، عندي شوربه اللي انا عاملها بايدي بحضرها كده على النار، عايزهم دول انا. الله، شفت الجو ده؟ واسيبهم كده، اظبط الملح، وتعالوا مع بعض نكمل صينيه البطاطس. الله يبارك لك يا شيف، ده انا كل يوم اعملها للاولاد، احط البطاطس واحط اللحمه المفرومه، خلاص العيال ملوا منها. النهارده مختلفه الطعم، مختلفه الشكل، مختلفه اللون، مختلفه القيمه الغذائيه، الطريقه نفسها مختلفه. والصينيه مليانه بركه. هي دي عايزه شويه رز بس للامانه، يعني لو انا اللي هاكلها هاكلها مع رز ابيض بس، رز مصر كده مسلوق بشويه زيت وشويه ملح، فصين حبهان وورقه لورو، ويتسلقوا شويه الرز. واحب الرز مستوي جامد على فكره، انا من عشاق الرز يكون مستوي واخد وقته في السوى مظبوط، حبات الرز شبعانه كده وماليه عينيها من الميه وزي الفل. اصبحت الصينيه كده جاهزه. ناخد البهريز اللي انا عملته ده كده، اللي بيغلي ده كده اهو، شفت الحلاوه هنا؟ الطعم هنا اهو، هم في الشويه دول اهو، مكان تحمير اللحمه زي ما هم كده اهو. اللهم صل على النبي. درجه حراره الفرن عندي 180 يا عم الشيف. شايف اللوحه الفنيه وانا برسمها؟ فيها خبره طهويه. مكلفه ماديا؟ لا، وعلى عينك يا تاجر. نص كيلو لحمه مفروم، كيلو بطاطس، عملنا منه حكايه، عملنا منه تحفه فنيه، صوره فنيه بتتكلم عن نفسها بتفاصيلها. درجه حراره الفرن عندي 180، هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف وندخلها الفرن. اللهم صل. هندخلها الفرن، عينيا الاثنين، حاضر، هندخلها الفرن زي ما هي كده اهي، ازاي اهي، وندخلها الفرن. اللهم صل على النبي. بص عليها كده حبيبنا مخرجنا، ربنا يبارك لك يا رب. ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده؟ والصوره من داخل الفرن تتحدث عن نفسها، ودائما على شاشه القناه الاولى تعني مليون كلمه. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، بعد الفاصل هنشوف مع بعض الرز بالطماطم مع الخضره الحلو بتاع النهارده، تشكيله من الفروت سلط معموله مع الزبادي والعسل ولكن بشكل جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطبق رز هو بسيط وسهل، ولكن لو جينا نبحث عن القيمة الغذائية بتاعته للأمانة موسوعة. كربوهيدرات، نشويات، هنلاقي بروتين، هنلاقي يا شيف مغازي هو في باللحمة المفرومة؟ لا، السمنة البلدي اللي أنا أعمل بها الرز. المقادير على الشاشة، رز مصري كوبايتين ثلاثة حسب عدد أفراد الأسرة. معانا طماطم تقريبا نص كيلو، أربع حبات، ومعانا بصل، ومعانا خضرة، ومعانا بصل أخضر، عروق البصل الاخضر. والمقادير على الشاشه، تقدري تصوريها بتليفونك، تكتبيها ورايا زي ما انت حابه. بصل، توم، طماطم، رز مصري، زبده او سمنه، والمقادير في متناول الجميع. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. وطبعا الطبيعي طالما انت واقفه في المطبخ بتعملوا رز، الرز ده محتاج تقريبا من 20 ل 30 دقيقه على النار. فانا معايا فروت سلط، ايه الطبيعي ان انا احط الرز على النار واغطيه وابدا اشتغل في الفروت سلط؟ ما ينفعش ان انا اشتغل في الفروت سلط
ده الترتيب بتاع العمل، والرز لسه ما اتعملش. يوم الاولاد يتلموا وكلنا نتجمع علشان نتغدى هعمل لكم الرز لسه خالص. لا، انت ابداعي، اعملي الحاجه اللي تاخد وقت كبير على النار واشتغلي في الحاجه اللي بعد كده. طاسه على النار والحله، بنحط فيها معلقه زيت، المره دي هستخدم معلقه سمنه لان السمنه البلدي بتدي شماخه وشخصيه للرز، وخاصه الرز المصري بما يحتويه من نشويات وكربوهيدرات. ادي معلقه سمنه حلوه، واسيب السمنه تسيح. والسمنه بتسيح يا عم الشيف اكون قطعت عروق البصل الاخضر، ولما بقول عروق البصل الاخضر تحتها خط. البصل الاخضر ده قيمه غذائيه عاليه جدا، مضادات اكسده، ينشط الذاكره، ينشط الدوره الدمويه، الياف فعاله، مشاكل الامساك في عروق البصل الاخضر. المعده بتفرح بيه طبعا، بس استخداماته كتير بقى، مع فرايد رايز ماشي، مع طبق الرز زي اللي انا هعمله دلوقتي ماشي، مع حشوات الفطاير ماشي، مع طبق السلطه ماشي، مش هيقول لا. احنا بقى في الطبيعي بنعمل ايه؟ بنجيب البصل الاخضر من عند الراجل الفكهاني وناكل الراس بتاعته ونرمي العروق. يا ليه كده؟ ليه كده؟ زي الفل يا عم الشيف. دول انا عايزهم مع شويه بصل من دول كمان، مع فص توم حلو كمان. الله، كل دول مع بعض، كل دول مع بعض. جوزي بيحب الفلفل الحار، زود لي ارض فلفل حار في الرز. حاضر. الرز لازم يكون فيه طعم سبايسي شويه كده او محرمش، الواحد بدل ما ياكل معلقه ياكل الثانيه والثالثه. الفلفل ده هادي شويه، مش حار قوي على فكره، عشان ما نخافش من شكله، زي ما هو كده. والاخبار هنا في الطاسه ايه الدنيا؟ نبص عليها كده، هو ده. تمام، هننزل الحاجات دي كلها في قلب الطاسه. نعم يا غالي، لا ما تقلقش، الصينيه في الفرن هنبص عليها دلوقتي. خلاص، هي فيها كل حاجه. هناخد الخضره دي زي ما هي كده. الله 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 الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هو ده هو ده هو ده. نقلب كل ده، نقلب كل ده يا عم الشيف، ونشيل ونروق كده الدنيا. مخرجنا عايز الدنيا رايقه عشان الصوره تطلع حلوه. اللهم صل على النبي. ونروق واحنا واقفين كده بنتسلى مع بعض. شيف مغازي، عايز اعمل رز بالخلطه، ايه الفرق بين الرز بالخلطه والرز اللي انت بتعمله ده؟ رز بالخلطه ده لازم كبد وقوانص وشويه كلاوي شايلهم في الثلاجه، بتجيبهم تحمرهم مع بصله ناعمه مع فص توم حلو كانك بتعمل لي كبده اسكندراني، وتجيب الرز بتاعنا تسليه مكان تحمير الكبده، في الاخر بتجيبي قالب حلو كده تقدميه، ترص الكبد والكلاوي في ارضيه القالب وتحط عليه الرز وتدخليه الفرن، وفي الاخر تقلبيه في طبق مدور وبالف هنا وشفا. ربنا يزيدك، عندك شويه مكسرات في قلب الثلاجه وفي قلب الادراج، طلعيهم حمريهم في معلقه سمنه بلدي وزيني بهم الرز ده، الرز اللي بالخلطه. اما الرز ده رز بخبره طهويه، بصل الاخضر، العروق بتاعته الجميله الخضراء اخضرت وبقت لطيفه ازاي، مع قرن فلفل، مع بصلايه، مع التومه، مع معلقه سمنه بلدي، معلقه زيت حلوه في قلب النار. البهارات بتاعتنا شويه ملح، يتبل البصلايه دي كده حلو، وما تنسيش كمان هنا بابريكا. يوم الرز ينزل يلاقي ايه الدنيا حلوه. ده كله على البصلايه. للامانه احط معلقه كاري صغيره زي الفل. نقلب كل ده مع بعض. اللهم صل على النبي. هو ده، شفت الطعم ده كده؟ نقف محطه هنا، محطه اسمها محطه الابداع. محطه الابداع ايه يا عم الشيف؟ بالخلطه دي تقدري تعملي الفاهيتا بصدور فراخ، تقدري تعملي البيف فاهيتا بشرايح من اللحمه، تقدري تعملي الفاهيتا بالجمبري. نقلب كده. ناخد الرز بتاعنا المصري زي ما هو، اتغسل، وبعد ما اتغسل صفينا الميه بتاعته، خلصنا من ميه الغسيل وسيبناه كده زي ما هو. ونازل بالشكل ده على النار. اللهم صل على النبي. بيتكلم مصري وهو نازل. حلو قوي. نقلب دول. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ده الواحد ياكله وهو نايم يا شيف. ايه الحلاوه دي؟ انت حولت شويه الرز لموسوعه،
قيمة غذائية عالية جدا، بروتين هنلاقي، كربوهيدرات هنلاقي، نشويات هنلاقي. لا مش حار قوي على فكرة، أنا حاطهولك حار عشان ما تاكلش منه. يقول لي مش مشطشط شوية بالفلفل ده؟ الفلفل ده مش حامي قوي على فكرة. أنا عامل عليه تيست قبل ما أقطعه. كنا جايبين طبق فول النهاردة ما أنت فطران معانا. حلو قوي. أقول كمان كلت طبق فول لوحدك؟ ده الرز. لا يقول لك الشيف المغازي عليك الفطار النهارده، يجيب الفول والطعميه والقش. يا فاروق عليك الفطار بكره، يجيب لنا كرواسون وباتيه، كل واحد وجيبه. حلو؟ نعمل كل ده مع بعضه، عندنا الميه بتغلى على النار. بوكيه جرنيه، بوكيه جرنيه يعني يا عم الشيف يعني تشكيله من الخضار اللي بنبدا بيها كل يوم يومنا مع الصبح كده، حل على النار زي الفل، وناخد الشوربه بتاعتها والميه بتاعتها نستخدمها في الاكل بتاعنا. دون مكسبات الطعم. هناخد كل ده مع بعضه. ظبطين الملح، ظبطين التوابل، الشوربه. والله عندك شوربه فراخ، شوربه لحمه، انت بقيت احسن مني. الله، ارفع ايدك، انت مصري بس كفايه. خلاص ارفع ايدك عن الميه خالص زي الفل. نقلب. ما تقلبيش كتير بقى وتفرحي وتقولي انا عامله شويه رز الشيف المغازي وعملتهم زيه واحسن منه كمان، وتقعدي تقلبي في الحله. والله العظيم هتيجي تغرفي الرز تلاقيه معجن. الرز ما يتقلبش وقع على النار كتير، هي تقليبه والتانيه سيبيه ياخد راحته كده، خلي بالك. بنفرح ونقعد نخبط على الحله كده بالمعلقه ونعمل زي الشيف المغازي، الكلام ده مش كويس. هنسيب الرز ده يستوي، والمثل الشعبي قال لك ايه يا مغازي؟ اتقل على الرز لما يستوي. ويا سلام لو الرز زي اللي معايا ده كده. نسيبه على النار. مكتوب في المنيو عندنا رز بالطماطم والخضره. ما حطيتش لا طماطم ولا خضره يا شيف، اصبر على رزقك. ايه رايك وتصلي على الحبيب نطلع الصينيه دي نبص عليها نتغازل فيها كده واحنا شغالين؟ استعد يلا. هو ده. الله، لا ما اقولكش هنسيب اللحمه وناكل البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. لا حكايه تحميرتي للبطاطس. الله، اللهم صل على النبي. هو ده، ألف أنا وشفا للي ياكل. عندك شوية بقدونس حلوين من إيدك كده الحلوة، تفرموهم ناعم كده. ورق البقدونس أو ورق الكزبرة الخضراء زي ما أنت عايز. برزنتيشن يعني شكل، يعني صورة، يعني لون، يعني حاجة تشد العين وتشد النظر والعين تاكل. تاخدهم زي ما هما كده. اللهم صل على النبي. شطشط كده، ايوه ده الكلام. الف هنا وشفا. صينيه بطاطس طلعت في دقائق معدوده، فيها خبره الطهويه بتاعتنا وخبره السنين من التكنيك العالي، ازاي حمرت البطاطس، ازاي عصقت اللحمه بطريقه جديده. تعالوا مع بعض نشوف ايه قصه الطماطم مع الخضره مع الرز اللي انا عامله. نغطي الرز كده الاول ونسيبه يستوي. ناخد الطماطم الحلوه بتاعتنا، لان انا عامل رز بطريقه جديده، ولما بقول حقوق الطبع لدينا وبس مش من الفراغ. ادي الطماطم، شفت انا بقطع الطماطم ازاي؟ حلو. تاني بص الطماطم تيجي كده، نيجي ندورها كده واجي واخدها كده. قطعها السلطه بقى، بتقطعها ليه تبوله زي ما انت عايز. اوعى تخلي السكينه تمشي على الجلده بتاعت الطماطم او على ظهريه الطماطم. رقم واحد هتوجع ايدك مع الوقت والاستخدام، رقم اتنين هتبرد لك السكينه، رقم تلاته هتنزلي السوائل الميه على البلانشه وانت بتقطعي. التفاصيل الصغيره اللي بتكلم فيها دي اللي بتميزنا، بتخليك واقفه في المطبخ زي ما قالت الست ام كلثوم، واثق الخطوات يمشي ملكه. شفتي؟ التقطيعه دي مطلوبه. تمسكي السكينه بمقبض ايدك زي ما انا ماسك كده، اللي بتحط ايديها على السيف بتاع السكينه ده غلط كده. بشوف ناس، يعني مش عايز اقول بشوف فين، بنشوف ناس ماسكين السكينه كده، ده غلط. ده مع الوقت هتلاقي في صباعي كده في حاجات مش لطيفه، تيجي تسلمي على حد هتلاقي في كلكعه هنا. حلو الكلام؟ وصباعك ده بيوجعك، هتقابل حتى والواحد، وبعدين ده صبع التشهد يعني كمان، خلي بالك، والواحد بيصلي، فلازم برضو نحافظ على شكله يبقى لطيف، ما تحطوش كده، خلي السكينه كده. شفتي؟ ماسكه السكينه لا اصولها، اتحكمي فيها، حس انك انت مسيطره عليها. كده الطماطم، خضرة، بقدونس، كزبرة، شبت،
قليل شويه. دايما نسب الخضره البقدونس بيبقى كتير، كزبره اقل بشويه، الشبت اقل لانه حرامي بيسرق الطعم. كترتيه لا هتحس بطعم البقدونس ولا طعم الكزبره، بيسرق الطعم من اي حاجه. خلي بالك ادي الخضره. اللهم صل على النبي. حلو قوي. لغايه دلوقتي ما عملتش حاجه جديده، ما احنا بنعمل كده، ما نصبر على رزقنا شوي ونشوف مع بعض في الاخر هنعمل ايه. هناخد الخضره دي يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. الطماطم، الخضره، وناخد دي نشيلها من هنا ونروق الدنيا علشان الصوره الحلوه. خلي ايدك في النظافه على طول، لا تملي ولا تكلي من النظافه. نظافه يعني طاقه ايجابيه في المطبخ، نظافه يعني نفسك مفتوحه تقف في المطبخ، نظافه فجاه حد خبط عليك بالجيران، ازيك يا ام احمد عامل ايه النهارده، دخلت عليك المطبخ تقول الست دي ايه نظيفه في مطبخها. معلقه فلفل حلوه، فص توم ني، مكعبين من الزبده، زبده يا شيف. اصبر، ننزله كده ونشيل كل حاجه من هنا، شويه البهارات. اللهم صل، الرز على النار، رز فين على النار، شويه ملح، شويه بهارات، نبهر الرز كده، الخضره دي، ونقلب الخضره دي يا عم الشيف سريعا بمعلقه كده، ونتاكد ان كله داب، والا الزبده لازم تدوب في قلبيها، مش تسيح، تتوزع يعني. ايه الهدف من ورا الزبده هنا؟ اصبر على رزقك. ونفتح الحله بتاعتنا دي ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. خضره مع توم مع طماطم مع زبده مع بهارات مع رشه الملح الحلوه اللي بتهدي الطماطم، ونفتح الفرن الحله بتاعتنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. ونقلب تقليبه صغيره كده. الله، جيب لي التفاصيل دي بالله عليك، ليه تزور النبي يا اخي؟ ليه تمسك شباكه؟ شوف الحلاوه، شوف الجمال، جيب اللي تحت على فوق. شويه رز هتسيب كل اللي على السفره وتاكل منه. ونعمل كده. الله، الخضره دي، هو ده كل القصه. ان انا انا عايز الطماطم حيه في قلب الرز. زمان رحمه الله عليها الحاجه ويرحم موتانا وربنا يخلينا امهاتنا اللي موجودين ويطول في عمرهم ويديهم الصحه، كان الغدا طبق رز مصري مع سلطه خضراء. والله العظيم وكان زي الفل وطعمهم حكايه، كانه ديك رومي. رز مصري بيتسلي عادي بالسمنه البلدي، السمنه الجاموسي، وجنبيه طبقه سلطه خضراء معمول بالبصلايه اللي على الايد والطماطميه اللي على الايد وشويه ملح وشويه بركه، البركه دي اهم حاجه. والرز المصري، وكل الواحد ياكل بألف هنا وشفها، وكان يشد القطر بعد ما ياكل. دلوقتي اديك الرومة على السفره ما بتشدش عربيه كره. نطلع فاصل ولا نكمل؟ يلا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع للتفاصيل الصغيره لعمل رز بالطماطم على طريقه جديده وحقوق الطبع لدينا وبس. اوعى تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. هنعمل شويه فروت سلط او سلطه الفواكه بالزبادي والعسل. جوزك راجع متاخر، عامله عشاء بقى، عامله ديك رومي، انصحيه ما يتعشاش متاخر لانه طبيعي الواحد لما بياكل بينام، فطبيعي لازم يتعشى عشاء خفيف. افضل عشاء خليكي كده زي الشيف المغازي، فواكه مشكله مع زبادي وعسل، تحط حته جنزبيل، تحط شويه قرفه، دي بتاعتك. عندنا الفواكه بسم الله ما شاء الله من خير ارضنا، الكنتالوب والشمام والموز والفراوله والتفاح والبرتقال حكايه، عسل اطفت زهره البرسيم، سيبك من العسل الغالي ده انا مش بحبه، عندنا العسل ده بتاعنا حكايه وبتصدر لكل دول العالم، عسل زهره البرسيم تجيبيه طبعا، وعندنا الزبادي بتاعنا تجيبيه دسم زياده دسم قليل دي بتاعتك. الشيف هيعمل ازاي سلطه الفواكه بالزبادي والعسل؟ هنشوف مع بعض، ونتوجها بورقتين من النعناع الاخضر حكايه.
ولكن قبل كل حاجة خلونا نغرف الرز لأنه بيناديني. اللهم صل على النبي. رز بالطماطم بتكنيك عالي من الخبرة وحقوق الطبع لدينا وبس. اللهم صل على النبي. نغرفه هنا، نغرفه هنا، ده مكانه. خلي ده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين تحس ان الطماطم لها شخصيتها في الرز، واخده طعم الزبده. بقى عرفت الزبده اللي انا حطيتها؟ نشيل ده من هنا، نغرفه هنا الاول، وبعدين ايه، نشيله على جنب. اللهم صل على النبي. اوبا، شوف الحلاوه بالله عليك، بص على الحلاوه دي، بص على الشقاوه. شفت الحبات الطماطم؟ نعم يا غالي، والله انت استاذ. تعرف المخرج بيقول لي ايه؟ بيقول لي ليه ما حطيتش الطماطم في الاول خالص زي ما بنعمل كده؟ ما انا حاطط الطماطم، خدت غلوه على النار تقريبا 5 دقايق عشان تبان شخصيتها، تبان كده ايه، زي يكون عامله باللحمه او عامله بالفراخ او عامله بالجمبري، تبقى الطماطم باينه. شايف الجو ده كده؟ هو ده. انما لو انا غليت الطماطم يا غالي يا حبيب قلبي، طبعا شخصيتها هنا هتبقى في قلب الرز مش باينه. الله، الف هنا وشفا. انا عايزك تعمليه النهارده ده، ما تعمليش حاجه جنبه، سلطه خضراء بس، هتدعي له والله. والسلطه الخضراء دي يكون فيها جرجير، جرجير غني بالحموضه. لما بتحطيه مع السلطه الخضراء بيديله شخصيه، تديله شخصيه. بتدي لها شخصيه. لازم تقول لغه عربيه صح. لما نضيف الجرجير على السلطه الخضراء بيدي للسلطه الخضراء شخصيه. شفتوا الطماطم شكلها عامل ازاي؟ الله، الطماطم هنا واخده طعم الزبده بقى مع الخضره مع سنه الشبت اللطيفه. ضربت معلقه والتانيه والتالته، مش هتقدر انك انت ايه تقاومي. حلو الكلام؟ حلو الكلام، هو ده. ايه الدنيا يا عم الشيف؟ اظبط الطبق ده كده علشان ده اخد معاه صوره حلوه. زي الفل. نبدا نشتغل في الفروت سلطات بتاعنا او سلطه الفواكه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا عاجبني قوي على فكره، يعني لما تيجي تساليني انا بقى لما اقعد على الطبق ده انقي الطماطم اكلها. الطماطم هنا واخده طعم الرز، نشويات الرز وكربوهيدرات الرز، ومتغلفه طعم كده زي الفل. تمام اهو زي الفل. نخليه هنا كده يا عم الشيف. الله، ده مكانه. حلو قوي. نشتغل في الفواكه بتاعتنا دي اخر حاجه لغايه لما مخرجنا يقول لنا ايه، وقتك خلص. ده الطبيعي. نغير الجلافز بتاعنا ده كده اللي مسكنا بيه الايه، الرز. على عينك يا تاجر. تعالوا نقطع الفواكه مع بعض. معانا سكينتين، سكينه منشار وسكينه عاديه. في بعض الفواكه تحتاج لسكينه منشار، في بعض الفواكه تحتاج سكينه عاديه. حلو الكلام. ولكن خلونا نعمل ادي الزبادي والعسل وورقتين النعناع بتوعنا عشان نجهزه كده، عشان الفواكه اللي نقطعها نحطها على الخليط ده. اللهم صل على النبي. ورق النعناع مش عروق النعناع يا ست الكل. وسكينتك تكون نظيفه. ده نعناع اخضر. نعم، لا ما ينفعش نعناع يابس. النعناع اليابس ده والناشف ده تحطه مع كوبايه الشاي، او تحطه على لحمه مفرومه، او تحطه على سلطه. انما النعناع الاخضر يتحط على الزبادي او على الفواكه. ده العسل، عسل زهره البرسيم. خلينا ننزل الكميه كلها للامانه، دافعين فيهم فلوس دول. ايه ده، كان كله ده هيروح. شفت ازاي؟ العسل والحاجات دي. ممكن تبل المعلقه دي ميه عشان العسل ما يلزقش فيها. حاجات صغيره بتفرق. نقلب ده كده. ده زبادي وعسل وورقتين نعناع. حطيت قرفه حسب رغبتك، بس انا هكتفي بكده بس. ناخد ده كله اتحط هنا. والفاكهه اللي نقطعها يا عم الشيف واحنا مع بعض، احنا ووقتنا، تنزل على الخليط ده. عرفنا سلطه الفواكه بالزبادي، هي دي. واحنا واقفين مع بعض زي الفل. هنبدا باول حاجه هنا، التفاح الاخضر والاحمر. ناخد الطبق ده كده نخليه جنبينا، ايه رايكم؟ زي الفل.
معانا فراولة ومعانا خوخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الفراولة يا بتاع الفراولة، الفراولة من الحاجات الجميلة، بتعشق الزبادي وبتعشق العسل، عشان كده مشروب الزبادي بالفراولة أو فراولة بالزبادي والعسل معروف. الفراولة غنية في فيتامين سي، فيها حديد، الناس اللي عندها أنيميا، الأطفال لما تقطع الفراولة خلاها كبيرة كده عشان شخصيتها تبقى حلوة. الله، عايمة. الخوخ بتاع ده اللطيف بتاع سينا وبتاع الواحات، ايه الجمال ده، طعمه سكري، طعمه عسل، ده لوحده حكاية. برضو يتقطع كده بالشكل ده كده. انا حبيت، شايفين ازاي خليت سلطة الفواكه في الاخر؟ عشان معايا مخرج فجأة يقول لي وقتك خلص، ما بيسميش، فلازم اسمع كلامه. وده الخوخ بتاعنا، تفاح. انا بقى مع ان التفاح يتقطع بالقشره بتاعته. ليه يا مغازي؟ القشره غنيه بالالياف، مفيد جدا لمشاكل الامساك. كلنا ممكن يحصل لنا امساك نتيجه ان بنشرب شاي كتير، والشاي في الاخر كسرته بيؤدي للامساك. فاللي بنشرب شاي كتير اكسري من الاطباق اللي فيها خضار كتير، فيها فواكه كتير، مش اي فواكه، فواكه غنيه بالالياف زي التفاح. ده التفاح الاخضر عشان ما نظلموش، دايما التفاح الاخضر هو اللي بيخش في الاطباق عشان فيه شويه حموضه. التفاح الاحمر بيتاكل عادي كده مع الفروت سلطة زي الفل. انا شغال زي الفل، عايز حضرتك تخلص الحلقه كده، انا معاك يا غالي. وانا شغال بقطع فواكه. حاضر عيني، حاضر. اختار الفواكه اللي انت حابب اقطعها ولا اقطعها لك. انا عارف له الشوف حاجه يقول لي في الاخر، هحط عصره برتقال، مش هنقطع برتقال، هناخد البرتقال ده كده واوري لحضراتكم هنعصره ازاي دلوقتي. ده الخوخ. عشان كده سايب الفواكه للاخر، البرتقال هيتحط كده، شوف ازاي. بص على البرتقال، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، هو ده. حلقه النهارده صينيه البطاطس الجميله عملتها بتكنيك عالي من الخبره، شفنا طريقه العمل ازاي، بسيطه وسهله، تكلفة مالية قليلة جدا، ولكن الطعم والشكل في خبرة طهوية. عملنا شوية رز بالمصري، رز بالطماطم بيتكلم مصري بتكنيك عالي برضو. عملنا كمان سلطة الفواكه بالزبادي والطحينة، وكده حلقتي خلصت النهاردة. ولكن عايز أقول حاجة قبل الحلقة ما تخلص، بتكاليف قليلة بسيطة وسهلة تقدر تخش مطبخك، ولكن لازم يكون عندك طاقة إيجابية علشان مفاتيح السعادة الزوجية والعائلية جوه مطبخك بإيدك أنت. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية.